أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في حوار أجراه مع تلفزيون فرانس 24 أن الجزائر بلد كبير ولديها دور فعال في منطقة الساحل الإفريقي. تعرفون أن الجزائر ليست عضوا في مجموعة الدول الخمس، ولكن الجزائر دولة كبيرة في منطقتنا، وهي فعلا تحد عدة دول من مجموعة الدول الخمس، ولا شك أن لها تأثير على مسرح العمليات ومسرح الجي 5 بصفة عامة. وبخصوص ما يحدث في تونس، قال الرئيس الموريتاني أنه يتابع مستجدات الوضع في هذا البلد، مضيفا أن التونسيين لديهم من الخبرة والتجربة ما يكفي لإيجاد حل لهذه الأزمة. مما جرى في تونس، لأننا نتابع عن كثب تطورات الأحداث في تونس، ونتمنى لتونس كثير من الاستقرار، ومتأكدون من أن الأطراف في تونس عندهم من التجربة ومن الخبرة، وكلهم يقدرون الوضعية حد الوضعية الوقت، والتي تتطلب كثير من العمل وتتطلب يعني استغلال الوقت في 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 الأمور المهمة. ونحن نعرف إخواننا التونسيين، ونعرف بأنهم حريصين كلهم على أن يجدوا حل لهذه الأزمة.